كثير منا ينتظر المواسم، ينتظر المواسم السنوية، ننتظر رمضان إلى رمضان والعيد إلى العيد، والواحد منا منتظر ليلة القدر ومنتظر ليالي العشر الأواخر، كلها هذه بركة وخير. لكن في موسم الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيه كل الذي نريده في تلك المواسم السنوية موجود في هذا الموسم، كله كل شيء موجود في هذا الموسم الذي هو يوم الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه تخصيص إلهي لنا، الله سبحانه وتعالى جعله بهذه الفضيلة. العلماء قالوا أنه لا يوجد يوم في السنة كلها أفضل من يوم الجمعة إلا يوم عرفة ويوم عيد الفطر وعيد الأضحى، حتى أفضل من أيام رمضان الذي نحن ننتظره من سنة إلى سنة، وكل واحد منا منتظر رمضان، منتظر أيام العشر الأواخر، يوم الجمعة أفضل من أيام رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام وأنصت، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. لهذا يمكن أن نلخص الآداب التي نحوز بها هذه الفضيلة وغيرها من الفضائل، خمسة آداب استعدادا للجمعة، وخمسة آداب التي ستكون في الجمعة. الخمسة الآداب الاستعداد: الاغتسال، وقد ذكر بعضهم أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. ولبس أحسن الثياب، المفروض أن الإنسان يخلي أحسن ثوب عنده اليوم الجمعة، وأفضل طبعا لو كان البياض، لأنه سنة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض. الثالث: التطيب، أن يكون له شيء من العطر أو الطيب أو البخور. الرابع: أن يقلم أظفاره ويعمل بخصال الفطرة المشهورة من تقليم الأظافر والقص وهكذا. الخامس: أن يدهن في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، أن يمس شيئا من الدهن، فإذا عمل بهذه الخمسة فقد عمل بسنن الاستعداد ليوم الجمعة. ثم يخرج إلى المسجد، فللخروج إلى المسجد خمسة كذلك آداب. أولها: أن يمشي إن استطاع وكان المسجد قريب، يمشي إلى المسجد أو يركب، ثم مشيه من مكان سيارته إلى المسجد إن شاء الله أن الله يحسب له من المشي الذي يؤجر به الأجر العظيم. ثانيا: أن يبكر، أن يدخل من الباب المسجد قبل أن يصعد الإمام إلى الخطيب، وهنا معنى جميل يؤثر في دائما الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أن على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون اسم من يدخل الأول فالأول، فإذا صعد الخطيب المنبر طووا الصحف وجلسوا يستمعون الخطيب. السنة الثالثة للجمعة: تحية المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نجلس إلا بعد أن نصلي ركعتين تحية المسجد، حتى لو كان الخطيب طلع على المنبر فلا بأس، ولو كان الخطيب يخطب فكذلك يسن للإنسان أن يصلي تحية المسجد. وسنة التقدم والدنو من الإمام. استغرب بعض الناس يأتي ربما مبكر ويروح مثلا يأخذ له جدار في نهاية المسجد ويستند بجدار في نهاية المسجد، مع أن السنة أن الإنسان إذا دخل يبحث عن أقرب مكان إلى الإمام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فدنا من الإمام وأنصت. السنة الخامسة هي الإنصات، أن يسمع الإنسان، ما يجي الإنسان، بعض الناس تلاقي مثلا في المسجد ينعس نايم طول الخطبة، نايم ما شاء الله، ما يأتي سكينة النوم ما تنزل عليه إلا في الخطبة في هذا الوقت. يعني أحيانا سبحان الله تجد ناس كثير نايمين وقت الخطبة، فيفوت عليهم الأجر الكبير. فالإنصات مهم، وترك اللغو، ترك اللغو، لأن هناك بعض الأشياء يخطئ فيها الناس، بعض الناس يلغو، بعض الناس مثلا في وقت الخطبة مثلا يقلب رسائل الجوال. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن من حرك الحصى، يعني في يوم الجمعة، أن من حرك الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يوم الجمعة وليلة الجمعة لها آداب تتعلق بها غير صلاة الجمعة.
أولها قراءة سورة الكهف التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نور إلى الجمعة التي تليها، وحرز لنا وحصن لنا من فتنة الدجال ومن فتنة المسيح الدجال، أجارنا الله تعالى من فتنته ومن مقدمات فتنته. السنة الثانية من سنن يوم الجمعة وليلة الجمعة شيء طلبه منا الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شخصيا، قال لنا عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر. إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله علينا 10 صلوات، والصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة. السنة الثالثة المتعلقة بيوم الجمعة هي كثرة الدعاء وانتظار ساعة الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى إلا أعطاه، وهذه الساعة تسمى ساعة الإجابة. أكثر العلماء، أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الإمام علي والفاطمة الزهرة وعدد من كبار الصحابة، يقولون أن ساعة الإجابة هي آخر ساعة قبل غروب الشمس. من أهم ما ينبغي للإنسان أن ينتبه إليه في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إحساسه في هذا اليوم بمعنى محبة الله سبحانه وتعالى لنا ومحبتنا لله سبحانه وتعالى، وهي الأساس الذي قام عليه مفهوم اتباعنا للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.